بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم عقد هذا الملتقى حيث نجتمع اليوم لنبحث في وسائل متعددة ومتنوعة تستهدف غاية كبيرة وهدفا طالما أكدنا تقديمه على باقي الأهداف والمستهدفات، وسعينا إلى رضا الله عز وجل ورضا شعبنا العراقي الكريم. والرضا لن يكون عبر الكلمات، إذ اشترط الباري عز وجل العمل على الإنسان الذي سيراه جل جلاله ورسوله والمؤمنون. وكذلك ينتظر شعبنا العراقي أن يتابع خطواتنا العملية الواقعية الميدانية التي تترجم أولويات ومتطلبات العراقيين إلى منجز ملموس تتحدث عنه الأرقام والمعايير. اليوم نحن إزاء هيكل مكتمل للحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات واكتمال الإطار القانوني الذي ينسق عملها، ووجود الخيمة البرلمانية التشريعية التي تحدد المهام والواجبات وتنظم صرف المال العام وتحافظ على مصالح الناس، كما إننا إزاء الواجب الأهم وهو المضي في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي. حين قدمنا محاربة الفساد في الأولويات الخمس لبرنامجنا الحكومي، لم يكن الأمر مجرد سرد لكلمات أو شعارات، إنما هي استشعار حقيقي لرغبة المواطن التي من دونها لن يكون مؤمنا بالدولة. كما نؤكد على أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية ورسم السياسات لمجالس المحافظات بما يؤمن البيئة القوية المستقرة التي تحد من الفساد، وتعمل على إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية، والمضي في تنفيذ أسبقيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المتمثلة بدعم التحول الرقمي وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة والرقابة على المؤسسات الخدمية وعلى نوعية الخدمات التي يتلقاها المواطن والتقييم المستمر للأداء. طالما وصفنا أن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، واليوم نعيد التأكيد بأن الإرهاب لم يعد يمثل خطراً على الدولة، بينما يشكل الفساد شرخاً حقيقياً في مصداقية عمل أجهزة الدولة وعلاقتها بالشعب، وهذا ما جعله ضمن مستهدفات عمل الحكومة منذ يومها الأول. إن محاربة الفساد تنضوي في جوهرها على معادلة دقيقة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة إذا رسمنا خطوات عملية تستند إلى القانون وتعتمد الأدوات الناجحة المتمتعة بالخبرة والكفاءة في اتخاذ القرار. مثلما أن تعطيل الأعمال أصبح صورة من صور الفساد وهدر الأموال، وهناك الكثير من المشاريع المعطلة بحجة التدقيق، فتوخي الدقة في العمل واتباع التعليمات لا يعني التردد في اتخاذ القرار الصحيح. مثلما أن ضرب الفاسدين وتطبيق القانون بحزم لا يعني الظلم أو الانسياق وراء الإخبارات الكيدية وصور الابتزاز العلني بحجة مكافحة الفساد. ودائماً ما نتحدث عن فريق واحد وبأهداف واحدة حين نذكر أدوار ومهام مجالس المحافظات في مقابل عمل المؤسسات والوزارات الاتحادية. ومن هذا المنطلق يتوجب دعم المجالس
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وتأمين العمل الاستباقي ضد أي مورد فساد ممكن، وبذلك تكون الرقابة مصدر قوة مضافة لثقة المواطن في أجهزة الحكومة ودعمه لها وهي تقدم الخدمة. السيدات السادة، إن القانون وتطبيقه العادل المنصف الصحيح هو يد معززة لعمل المجالس، ومن خلال التطبيق سيقيس شعبنا جدية المتولين للخدمة العامة وحسن أدائهم. لذا نجد أن الاستجابة لمتطلبات تطبيق قوانين الأجهزة الرقابية، لا سيما قانون ديوان الرقابة المالية النافذ وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ومتطلبات كشف الذمم المالية، كلها إلى جانب حزم من القوانين الأخرى، ستيسر من مهمة مكافحة الفساد وتجسر العلاقة التعاضدية التكافلية بين الشعب ومؤسسات الدولة. ولتكن مضامين ما ترفعه الجهات الرقابية من تقارير هي المعيار في تقييم المسؤولية والأداء، وهي الفيصل بين تسمية المسؤول لتحمل أمانة مسؤوليته أو إبعاده وإفساح المجال لمن يقدم خدمة حقيقية تستند إلى عفة اليد وصيانة العهد والعمل على إيفاء المنصب حقه في البذل والعمل. إن شعبنا في كل مكان ينتظر منا ومنكم الكثير، ولقد آلينا على أنفسنا ألا نضيع أي فرصة للعمل وبما يحدث فارقا يلمسه الشعب ويغير من الحال المرفوض الذي هدر الوقت والمال ووضع المسؤوليات والموارد في غير محلها. كما أدعوكم إلى عقد هذا الملتقى بشكل دوري لإجراء المراجعة ومعالجة كل التحديات، وستجدون منا كل الدعم وتذليل العقبات والصعوبات طالما إن الهدف خدمة شعبنا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.